مجمع إترا العمراني الإثنوغرافي. إترا حام التقاليد الحي، هو أول متحف في بلغاريا يفتح في الهواء الطلق. تم فيه ترميم بيوت ومعيشة وحرف جابروفو، ومنذ النصف الثاني للقرن الثامن عشر وفي القرن التاسع عشر ينتقل زواره عبر الزمن إلى عهد النهضة. كان وقتها في المدينة 26 حرفة تباع منتجاتها في بوخارست وفيينا ومرسيليا، البيوت بورشها حيث يصنع الحرفي ويبيع منتجاته بنفسه، مرافق مياه وكنيسة فيها مدرسة وبرج فيه ساعة ونوافير من حجر. هذا هو إترا، إنه صورة مصغرة لجابروفو كما كان منذ عدة قرون، محافظ عليه بالكامل. وهناك البيت الخشبي الذي ركبه مستوطن جاء إلى جابروفو باحثا عن حظه، وجنبه بيت أنيق من طابقين بفتحاته المنحوتة، ملك أحد سكان جابروفو الأغنياء. وأما البازار الحرفي فهو نموذج حقيقي لعمران البلقان، فالبيوت لها دكاكينها وورشها تحكي الكثير عن أصحابها السابقين. واليوم يستطيع الزوار رؤية كيفية العمل بالأساليب القديمة والأدوات الأصلية لذلك، وكيفية تصنيع السلع من المعادن والجلد والفخار والخشب. فالتفنن في كل حرفة له مميزاته الخاصة، فالنحاسون الذين يصنعون الأواني النحاسية للبيوت وركوات القهوة والصواني والأكواب والصحون يشددون على الأشكال الرشيقة وعلى الأبعاد المتوازنة. يستعملون الزخارف بشكل مقتصد، وهي في الأساس من أشكال صحيحة من زخارف هندسية وأشكال سرو وأشكال وردية. وهناك دق الأوراق النحاسية لإعطاء الوعاء الشكل المطلوب، هذا ما يشحنه بالطاقة الحيوية والإشعاع المرح. والخزاف يصوغ أشكال الوعاء بيديه، وهو يدير عجلة الخزف، فمنها الأباريق والقدور والجرار، وتحيا الأشكال التقليدية عن طريق طليها بالزخرفات المبهجة، فترسم عليها الخطوط والورود والدوائر باللون البرتقالي والأصفر والأخضر والبني. وكذا تصبح الأوعية المنزلية جاهزة لتمنح البيت بالدفء والراحة. وهناك حرف تعتبر فنونا، منها نحت الخشب ورسم الأيقونات وتصنيع الآلات الموسيقية. وهناك حرف منقرضة، منها الحدادة وتصنيع الصوفيات. وهناك حرف منزلية كالنسيج وبعض الحرف اللذيذة كصنع الحلوى. يستقطب بازار الحرف السواح من كل أنحاء العالم، وهم يريدون أن يسمعوا تاريخه ويشاهدوا التصنيع، وأن يحملوا معهم إلى ديارهم بعض هذه المنتجات المميزة من تحف الفن الشعبي. ومن المعالم المثيرة للإعجاب في هذا المجمع مرافق المياه العاملة، الطاحونة والمشحذ والدعاك، والتي تشكل جهازا كاملا لاستعمال الماء محركا، تقليد ولد من الذهن المبتكر لدى البلغار. متحف في الهواء الطلق، ألا وهو مجمع إترا الإثنوغرافي، وهو حكاية حية على المعيشة والحرف والعمراني من عهد النهضة.